هنعمل ايه يا ماما؟ وهي دي فيها عمايل تروح حالا تجيب اختك من بيتها اه عشان يعرف ان وراها عيله ووراها ناس يسالوا عليها ما هاش مرميه في الشارع هي يا حماتي استهدي بالله بس اصبروا آه، شويه بس جايز الميه ترجع لمجاريها ويرجعوا يتكلموا تاني ما هو اي بيت برضه يا حماتي بيحصل فيه مشاكل لو سمحت ما تتدخليش بيننا وبين ابني ما اجي اتكلم بعدين انا مش طايقه نفسي دلوقتي اسكتي بقى ونقطرها بسكاتك طب ما نستنى شويه يا حاج الجايز يعني يرجع من بره يكلمها ويصالحوا وخلاص لا عشان يعرف ان اهلها موجودين وهي مهاش لقمه طريه يعني يدوس عليها وقت ما يحب ويبلعها وقت ما يحب اخر كلام يا حج عشان بس اما اجيبها هنا ما ترجعش تندم وتقول انا عايز ارجع بيت تاني ايوه اخر كلام يلا روح اتهالي ب بس دي حامل يا حج ما تسيبيها لا انا قلت لك كلمه وخلاص واسمع كلامي روح الوقت يا محمد هات من بيتها عشان جوزها يتعلم الادب هي ماهاش بمزاجه يكلمها وقت ما يحب بطريقه كويسه ووقت ما ما يحبش يزعلها ويبهدلها ماشي يا حاجة بس افتكر ان انا قلت لك بلاش وخليها قاعده في بيتها هو هيرجع من بره وهيقعد يتكلموا والميه ترجع لمجاريها وكل حاجه تبقى كويسه وخلاص بس انت اللي مصممه يلا يا محمد بقى يلا قبل ما ارجع من بره وامسك في خناقها تاني طب كلميها يا ماما كلميها خليها تحضر شنطتها ماشي وفكرها بالذهب عشان لو ما جابتوش وهي جايه خليها تجيب الذهب معاها فكرها مرهاش عيلة وبيت وأهل لا يا أخوي ده أنا بتمنى تراب اللي بتمشي عليه ادخلي ادخلي يا سهى تعالي تعالي يا بنتي تعالي يا سهى تعالي يا حبيبه امك عمل فيك ايه اللي قطع ايده انا تعبت يا ماما تعبت ما عدتش قادره بقى وما تجيش على نفسك يا حبيبتي تيجي على نفسك ليه بيت اخوكي هنا موجود تقعدي فيه وتربعي اه هو أه مفكر انت ما اهلي يا اختي لا خليه بقى يرجع بقى من بره يلاقي بيته فاضي عشان يحترم نفسه ويلم لسانه تدخلي إيه تدخلي ادخلي بقى غيري هدومك واقعدي كده واقعدي براحتك بقولك لك يا شيماء حضري لومه كده لسهى الزمان زمانها جايه يا حبيبتي من فرهضه وبعدين خلي بالك ان هي حامل عايزاكي بقى تشيلها فوق دماغك كده اهو وتعملي كل حاجه نفسها فيها عشان هي المفروض تقعد بقى ما تتحركش ولا تتعب نفسها حاضر حاضر بقولك ايه يا محمد عايزك تكلم مراتك بينك وبينها كده وتقول لها إيه ان بنتي تعبانه وحامل وهي في الشهر الرابع والمفروض الخمس شهور الباقيين لها دول تقعد ترتاح فيهم ما تعملش مجهود عشان احنا ما صدقنا انها تحمل ويا ما حصل ده ما عندوش ريحه الدم لا يا ماما ما تقوليش كده يا ماما ده انا ما صدقت ان انا ده انا بقالي ثلاث سنين بستنى العيل ده فارغ الصبر وهو جوزك المحروس ده كان قدر ولا خلي عنده ريحه الدم انت المفروض ما تزعليش ولا ده تغضبي ولا تضايقي نفسك اصلا اقعدي يا حبيبتي اقعدي واستريحي كده ما ماشي, ماشي. يا حاجة ماشي وكده يا ماما مش هتتضايقي يعني اللي انا هقعد عندها في البيت كده بقيت الشهور الحمل دي وتتضايق من ايه يا اختي هو انت قاعده فوق دماغك ولا قاعده فوق دماغك قاعده في بيت اخوك وكل الحاجات اللي بتيجي هنا اخوك اللي بيشتريها ويجيبها من خيره يعني اقعدي يا حبيبتي وحط رجلي على رجلي كمان طيب يا ماما اما اقعد بقى يا شيماء شيماء نعم بقول لك ايه يا شيماء آه البنت جايه تعبانه ومفرهده وشها اصفر زي ما انت شايفه كده بقول لك ايه هات لها كده تفاحتين وكم موزه كده من جوه طيب حاضر طيب بعلق بس على الاكل عشان العيال برضو بيبقوا جايين عايزين ياكلوا لا بقول لك ايه خليكي خفيفه معايا البت محتاجه عنايه ومحتاجه حد يهتم بيها ما ينفعش اسيبها كده يلا هات لي الحاجه بتاعتها اول بعد كده بشوف حاجه عيالك حاضر حاضر طيب شكلها يا ماما كده شايله الهم ان انا جيت قعدت عندكم وهي يا اختي كانت بتصرف من جيب ابوها ما كله من جيب أخوك يا اختي وكله من خيره يا شيماء شيماء نعم نعم يا حماتي يا حماتي اديني فرصة بس اشوف اللي ورايا واعمل اللي ورايا اول وانا مش جبت لها الفاكهة اللي هي عايزاها وهي الفاكهة تفضل قاعدة عليها طول اليوم عايزين كده تعملي حتة فرخة وشوية رز وشرب وانا لسه هعمل اكل تاني هو امال اسيبها جعانة يعني ولا ايه يلا يا حبيبتي بسرعة عشان زمانها جاعت حاضر حاضر يا حماتي داي البيت دي اللي مش قايله تتحرك ولا عايزه تعمل اي حاجه خالص يا شيماء يا شيماء نعم نعم يا حماتي هو ايه اللي نعم؟ الساعه قربت تصحى من النوم يا بنتي فين الفطار بتاعها معلش يا حماتي حضرهولها انت النهارده ما انا بقالي اسبوع شايلك وعمال اعمل كل حاجه في البيت لما ما عدتش قادره والله وضهري وجعني اعملي انت الفطار دلوقتي ده انت بيجي قوي عايزاني انا اللي احضر لها الفطار ليه ان شاء الله وانت بتعملي ايه معلش نسيت اقول لحضرتك ان انا معايا تلات عيال اكبر عيل فيهم في سته ابتدائي متخيله بقى كميه الخدمه اللي انا بخدمها لعيالي ده غير ابن حضرتك يعني ما شاء الله طلباته قد كده هما بتخلص وهي يعني معاكي تلات عيال يا اختي يعني ما سته في ولا حاجه ده هما ثلاثة ايه المشكله يعني ما تخدميهم وتعتبري بنتي برده عيله كده من عيالك وتهتمي بقى كده وتخليك حنينة عليه بدل ما احنا بنشحت منك الحاجه يا اختي مالك يا اختي مش كده من ساعه ما جت وعماله تكلمها بالعين والحاجب بعد اسبوع من خدمه البنتك عماله اجيب لها كل حاجه لغايه عندها وهي قاعده على الكنبه وهي قاعده في السيارة ما بتتحركش ده حتى ازازه الميه ازازه الميه يا حماتي بتندهلي من جوه في المطبخ عشان اجيب لها ازازه الميه وحتى لو قدامها ازازه الميه على الترابيزه ايه مش قادره امد يدها إيه اجيبها ليه ما كانتش قاعده في بيتها بتمد ايدها وتجيب اكلها وتعمل حاجات كمان لجوزها شكلك كده يا ست شيماء مش طايقاني ومش طايقه قعدتي معاكي في البيت لو كنتي حبيبتي مش طايقاني عرفيني عرفيني وانا مش بيتي يعني مش مشكله انا جوزي كلمني وصالحني بس انا بس عشان تعبانه وقاعده في بيت اخويا قلت اقعد يعني وخليني قاعده معاكو شويه لا يا حبيبتي ده انت قاعده في بيت اخوكي هي مش معدانه في بيت ابوها وتصرف علينا من جيبها ولا حاجه ده اخوكي ما شاء الله هو اللي بيصرف علينا وبعدين انت مالك يا حبيبتي اخوها يجيب ولا اخوها ما يجيبش هو انت دافع حاجه من جيبك هو حضرتك يعني مش واخده بالك ان طلباتك كتير قوي ده انت عايزاني يا حاجة الصبح اعمل لبنتك تسع بيضات تسع بيضات وانت عارفة الوقت البيض بكام وابنك هيجيب منين كل ده ده احنا في اسبوع خلصنا مصروف الشهر بتاع جوزي كله ومع ذلك مش عايز يقول ولا عايز يتكلم وقاعد سكت وحاطط جزمه في بقه وعشان خاطر هي قاعده في بيت اخوها وحضرتك قاعده معاها لكن احنا خلاص جبنا اخينا الصراحه وما عادش في فلوس تانية نصرف منها ولا نجيب منها نعمل ايه هو انتوا ليه مش حاسين بيه هو كان حد قال لكم ان هو قاعد وورث ورث قد كده ولا حاجه ومعاه فلوس يصرف منها انا عارف انا عارفة ان انت طول عمرك كده وبتحقد على بنتي ودايما بتغري منها وحطها في دماغك ومن ساعه ما حملت وانت متغاظه ان هي حملت بس هقولك ايه ربنا يهديكي انا انا هتغاظ من بنتك ليه ان شاء الله ده انا الحمد لله ربنا كرمني بالصبيان وبالبنات ومش نفسي في خلفه ولا حاجه عشان احقد عليها زي ما بتقول هو انت عايزه تقولي اي حاجه وخلاص وتطلعيني غلطانه والسلام عمتاً خليكوا قاعدين في البيت وخلي اللي بيصرف عليكم يصرف عليكم انا هاخد عيالي وورحات اقعد في بيت ابويا يصرف عليا واقعد معاه كده مؤذية مكرمه بدل الذل والاهانه اللي انا عايشه فيها دي هنا عماله مشغليني خدامه هاتي ودي وشيلي وحطي وهاتي لها واعملي لها وبتاكل وهاتي الاكل بزياده وحط لها ويا عاجب ولا بتقول كلمه كويس ده انا ولا خدامه عندكم شفتي مش انا قلت لك يا ماما قلت ان هي مش طايقاني ومش عايزاني اقعد معاها هنا في بيتها مع السلامه يا اختي والقلب دعيلك ما فكرنا يا اختي ان احنا هنلص من غيرك ولا مش هنعرف نعمل حاجتنا يا اختي احنا نعمل احسن ما كنت بتعملها كمان ما فكرنا نفسها بتصرف من جيبها عماله تعدي على البيت بتاكل قد كده بيض وتشرب قد كده لبن وعايزه لها قد ايه فراخ ايه الله اكبر على عينيكي يا شيخه استغفر الله العظيم بالسلامه يا مع السلامه ها شيماء مشت يا خوي لما تدومها وحاجتها وخدت عيالها وراحت بيت ابوها وله ده كله عشان مش عاجبها مش عاجبها انها بتخدم بنتي وبتعمل لها حاجات عماله تعد عليها الاكل والشرب والحاجه اللي بتعملها كلها تقولش يا اخويا بتصرف من جيب ابوها انت زعلتها ليه يا ماما امال مين اللي هيعمل حاجه تخت دلوقتي يعني انا يا اخويا أخدم بنتي هي المشكله يعني خدمتها على قلبي زي العسل هي مراتك بس مفكره ان احنا هنلص من غيرها طب يا حاجه طالما انت يعني هتخدميها طب ما كمل الاول يا حاجه اما جبتيها يعني من بيت جوزها غضبانه كانت تروح على بيتك يعني كنت خدتها هناك في بيتك وعملت لها اللي هي عايزاه بدل ما هي دلوقتي مرات زعلت وغضبت وانا لسه هروح عشان اصالحها واسمع كلمتين من حماية طب لازمته ايه وانت تروح تصالحها ليه يا ولد هي إيه كانت كسره عينك ولا كسره عينك وفاء يا حاجة هو ايه اروح اصالحها ليه دي مراتي ومعاها عيالي وانا بحب عيالي يناموا في بيتي هنا ويناموا في حضني ما ما يروحوش يناموا عند حمايه هناك يعني انت عملتلي مشكله من لا مشكله يعني وفي الاخر تقول لي هتروح تصالحها ليه زي ما انت كده خايفه على بنتك انا برضو خايفه على عيالي وعايز عيالي ومراتي في بيتي ماشي يا اخويا طالما يا اخويا هتروح تصالحها وتجيبها تاني البيت اخد انا بنتي بقى واروح بيتي خليها تنفعك يلا يلا يا سهى هاتي حته شنطتك يلا ويلا بين ولمي لي حاجتي اختي اللي موجوده هنا كمان اصله مش قادر مش قادر على بعض مراته <applause>